مادة تانية لقينا برضو إن التكلفة في بعض الرسوم في التأسيس والترخيص كانت مرتفعة بالمقارنة بدول أخرى، ودي الحتة اللي البنك الدولي دعمنا فيها، إن قدرنا نعمل مقارنة على مستوى العالم إيه الدول التانية اللي هي بتنافسنا، وإزاي إن إحنا حريصين إن إحنا نجذب الاستثمار في الجو. في تحديات كتيرة في التباطؤ في الاقتصاد، إزاي إن إحنا نكون مصر دائما جاذبة للاستثمار